tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez. En tout cas, c'est un sentiment de joie. Nous sommes contentes, très heureuses parce qu'on a travaillé ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, on a pris le trophée. En tout cas, je voulais parler au nom de l'autre équipe, le Maroc. Elles n'ont pas de mérite, elles sont les meilleures. Elles sont les meilleures. En tout cas, félicitations à tout le monde. Il faut dire que TP Mazembe, on ne gagne pas TP Mazembe deux fois. Vraiment, sincèrement, c'est un mental fort. On n'a pas digéré le premier match qu'elles nous ont gagné. Donc, on a fait. C'était une revanche. En tout cas, c'est un grand coach. Un grand coach. Et puis, nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers. اكيد انا فرحانه بزاف لانني اول امراه غتوج في الشامبيونز ليغ وامراه مغربيه بفريق اللي خارج من البلاد ديالها. اكيد انا جيت سعيده لانه مشيت لافريك هذه مشيت للكونغو هذه عام ونص والحمد لله ماشي سهله باش نمشي للكونغو لكن الحمد لله الله وفقني وهذا هو الثمار ربحنا على الشامبيونز ليغ هنا في المغرب. فوالا انا كنبغي على قبلاد النار قررت نمشي لمازيبي على قبلاد النار لانني كنبغي التحديات كنبغي لي ديفي ما بغيتش نبقى هنايا في المغرب في لا فورماسيون وصافي بغيت ناخذ شويه التحديات ونخرج للميدان ونخرج لي غون كومبيتيسيون. الحمد لله هادشي اللي لقيت اليوم كامبيون تعرف فاش يلاه مشيت لمازيبي كان صعيب باش نحفظ اللعابات لانهم كيديروا الراسه وكل نهار كيبدلوها الغد اللي كيجيوك حمرين راسه حمراء ولا صفراء وكل نهار كنقول للرئيسه شكون هذيك اللعبه واش جات تقول لي لا كوتش هذيك اللي كانت البارح كان دايره راسه حمراء هذيك دابا اليوم بدلاتها صفراء. دونك في الاول كان صعيب باش نحفظهم لانه كيبدلوا الراسه قوي المغرب مع الكونغو ومع السنغال ومع زامبيا كنظن فريق مجموعة قوية ولكن ما نخافوش على المنتخب ديالنا عندنا لاعبات مستوى عالي لاعبات دابا لا بليباغ ديالهم اللي كيلعبوا في اوروبا اكيد باش ندوزو راه دايزين خصنا دابا نفكروا كيفاش نخليو لاكوب عندنا في المغرب. لا هاد الساعة لا مازال بغيت نسافر ونشوف دول وناخذ تحديات جدادين هذه بلادي انا دائما راه الاشاره ديال بلادي ولكن دابا مزيان انا نخرج باش ناخذ تجربه اكبر واكبر التجربه كامله في الاخير فين غنرجع لبلادي. الضحى راه بحال بنتي الضحى راه جبناها للسبور ايتود السونتر محمد السادس وهي عندها شي 13 عام هذيك الساعه عندي الايديسات ولكن هي وهاجر السعيد شفنا عندهم موهبه جبناهم صغار من الله اللي خصو يدخل خليناهم في السونتر يلعبوا تما مع البنات وياكلوا مزيان وعند الطبيب مزيان ويكونوا سبورتيف من صغرهم. دونك شفنا عندها موهبه صغيره كنا جبناها من كازا شفنا عندها موهبه جبناها للسونتر يعني كابره معايا ضحى صراحه لا لان صعيب يعيشوا تما كاين ماشي بسهل تعيش في الكونغو كنظن ما يقدروش. الميساج اللي نقدر نعطي لهاد البنات الشابات انهم بالمعنى ديال الكره انهم يحنيوا راسهم ويزيدوا يثيقوا في راسهم ويعطيو من هنا لقدام حيت مازال كره القدم النسويه لقدام غادي تعطي وتعطي الشيء الكثير ان شاء الله وتقول الكلمه ديالها في القاره الافريقيه. كما قلت لك الكلمه ديالي بالنسبه لهذا المسار اللي درناه في الشامبيونز ليغ بحد ذاته راه انجاز انك توصل للدومي فينال بهذه المواهب اللي صغيره الحمد لله اكتشفنا مواهب صغار اللي مازال ان شاء الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم من هنا لقدام. مي تنبغي نعتذر كما قلت الجماهير المغربيه عامه والجماهير العسكريه خاصه وان شاء الله مازال الفريق الجيش الملكي مازال في القمه ومازال غادي يعطي الشيء الكثير لكره القدم النسويه. كما قلت في كاع المنابر كنبغي نعتذر من الجماهير المغربيه عامه والجماهير العسكريه خاصه ما كرهناش نخليو هاد الكاس في الدار ديالو مي كما قلتي جزئيه بساط لعبوا على هاد المقابله هادي وكنبغي نعتذر في الاخير على الجماهير العسكريه حيت كانوا متعطشين لهذا اللقب وكنا بغينا نفرحوهم مي الحمد لله مازال الخير جاي لقدام مع هاد البنيات اللي كاينين في الفرقه وان شاء الله يكون الخير من هنا لقدام. ربما كانت الخبره هي اللي حيت الحمد لله اكتشفنا بنات جداد
بنات جداد مازالين صغارات مازال غادي يعطوا الكلمه ديالهم من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله. No, è la verità, è la verità. Io sono particolarmente stupita dalla calorosità del pubblico marocchino. Particolarmente, piacevolmente stupita. Grazie. Assolutamente complimenti al Marocco. È un bel paese. Grazie.